عندنا ايه؟ عندنا كيلو جمبري بالقشر وسط، كيلو جمبري بالقشر وسط، عندي كرفس وعندي كرات وعندي جزر وعندي بصل وعندي ثوم مفروم، عندي معلقة صلصة أو معلقتين صلصة، عندي مكعب من المرق، وعندي توابل جمبري، عندي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وفلفل ألوان، كزبرة جافة، يعني عندي كزبرة خضراء وكزبرة جافة، هستخدم الاثنين. عندي كمان جوزة الطيب، زيت زيتون وشرايح ليمون. هقول تاني، طاجن الجمبري اللي احنا هنعمله، هنعمل بالظبط كده، كيلو جمبري بالقشر، كيلو جمبري بالقشر، هعمل معاه كرفس، كرات، جزر، بصل، عندي كمان ثوم مفروم، معلقتين من الصلصة، عندي مكعب من المرق، مرق السمك، ولو مفيش ممكن تحطوا مكعب مرق عادي، مفيش مشكلة، هيبقى حلو برضو. وعلى فكرة أنا الخلطة دي خدتها من بتاع سمك في الحلمية. فلفل ألوان، كزبرة جافة، جوزة الطيب، زيت زيتون، شرايح ليمون. ده بالنسبة لي طاجن الجمبري. طيب أنا هعمل إيه بقى؟ أنا مش هشيل حاجة، مش هعمل حاجة خالص. حاضر يا فندم، حاضر والله. دول اللي من غير ظهر ما معمولين. طيب خليني أخد سكينة بس رفيعة. لو في سكينة رفيعة خليه يجيب لي واحدة رفيعة صغيرة. بصوا بقى إحنا هنعمل إيه؟ ده الجمبري، خليني بس أبعد الحاجة دي كده. أنا جبته كده بقشره أهو، عشان أنظف الجمبري ده لازم أشطفه كويس جدا وأغسله حلو قوي تحت المية. طبعا لما بيبقى فريش وطازة الجمبري خلاص يعني ما بيبقاش محتاج تنظيف كتير. بس في حاجة، عشان أفتح الجمبري ده لازم أفتحه من الظهر. خليني أجرب بالسكينة دي، ولو إن هي إحنا محتاجين سكينة رفيعة مش مشرشرة يعني. خليني كده أهو من ظهرها جاب. طيب كده لازم سكينة ناعمة. بصوا بفتح من الظهر اهي كده، عشان يحط لي بس السكين اهو هنا. بصوا شايفين دي الاسود ده، دي القناة المعدية بتاعت الجمبري اهي، خيط كده بيبقى خيط اسود كده. خلاص بشطفها بقى تحت المية، لازم بيبقى الاسود ده كده، في كده خط كده اسود، دي القناة المعدية بتاعته اللي هي المعدة بتاعته يعني. طيب معانا مدام ميرفتي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ يعني اشكركم ازاي واشكر انسة آية ازاي انكم انتوا يعني بتطلبونا وتقولوا لنا ادخلوا اعملوا مداخلة وبتحبونا. طبعا يعني انتوا برنامج محترم جدا. الله يخليكي. لا احنا لما بيجي لنا حد، انا بشكر طبعا كريمة لانها بعتت رقمي وبعتت رقمك وقالت لي كلمي الشيف عظيمه. يا روح عظيمه قلبنا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلم ذوق حضرتك والله. اولا اشكري لي ايه جدا على اسلوبها واسلوبها المحترم معايا. حبيبتي ربنا يخليكي يا فندم والله. احب اشكرك جدا، اول مره في حياتي اعرف طريقه الرز دي. لا والله. طب يا رب تعجب حضرتك، بس اهم حاجه تسلم ايدك بجد. تسلم. وربنا يجازيكي كل خير. امين يا رب. احنا واياكي. مش عارفه اشكرك ازاي. على ايه يا فندم؟ على ايه؟ تسلمي جدا، وللبرنامج الجميل وللقناه الجميله بتاعتك. حبيبتي ربنا يخليك يا فندم، تسلمي لي، ما تحرمش من حضرتك. ربنا يحفظك دايما ويجعلك عظيمه يا رب. امين يا رب. تسلمي لي يا رب، بشكر حضرتك يا فندم، شرفتيني والله. ميرسي جدا. المشاهدين اللي زي حضراتكم يستحقوا الاحترام ويستحقوا الاهتمام، ودي اقل حاجه بجد الواحد يقدر يقدمها. انا خلاص نظفت كل دول، واتشطف الجمبري والظهر كمان تمام، بس انا بحتفظ بالقشره دي بقى تتقشر على السفره وناكله بقى واحنا قاعدين كده بنمزمز فيه، ونقشر وناكل ونعيش حياتنا بالشكل اللي يريحنا. خلاص خليني بقى ابدا اجيب اللي انا خليه تاب هنا بعيد، اجيب بقى الطاجن اللي انا هعمل فيه. بصوا بقى انا غالبا هقفله كله هنا مع بعضه، يعني ايه كده، هحط هنا كالاتي. بسم الله، عندي بصل طيب، وعندي الجزر، وعندي فلفل الوان. لينا بقى ايه، نعمل طاجن خفيف. الخضار ده لما بينزل صوص الجمبري فيه، عايزه اقول لكم بيبقى طعمه حلو، بيتاكل بالمعلقه مع الرز بيبقى روعه. يعني انا كنت في مكان مشهور في اسكندريه، اكيد كل الناس عارفه وبتاكل فيه لانه فروعه كتير.
واول ما دخلت له عايزه طاجن الجمبري، فالراجل بص لي كده قال لي الطاجن يعني عايزاه ازاي؟ قلت له طب انا اقول له. قال لي طب قولي للشيف هو يعمله. قلت له ماشي، انا عايزه 1 2 3 في الطاجن. الراجل عملها وقال لي انا على فكره انا بقيت اعمل ده في طاجن، ما كنتش بقدمه كده، كان بيقدمه هو بشكل تاني وليه مسمى تاني. فانا قلت له انا عايزه 1 2 3، والحقيقه هو عمله لي فعلا يعني، وطلع كان جميل جدا بجد. طيب حطيت الجزر ده كرفس، حطيت كرات، حطيت فلفل الوان، حطيت كمان جزر، وحطيت بصل. هجيب بقى الثوم المفروم، ادي الثوم المفروم، وبعدين عندي كزبره خضراء، هنا معلقه الصلصه، مكعب المرق، هفرك كده المكعب بتاع المرق هنا. دي بقى الطريقه اللي قالها لي الراجل بتاع السمك اللي في الحلميه. دخلت عنده قال لي بصي بقى انا حضرتك، انا دخلت المطبخ قال لي انا عملت كده، بعمل بس مكعب مرق معاه، وتوابل السمك بتاعتهم بيبقى فيها نسبه كبيره على فكره من جوزه الطيب عشان تبقوا عارفين يعني. معانا معي من البحيره، يا اهلا وسهلا ماي. فصل. طب ماي معلش حاولي تكلميني، اخد شويه الجزر المبشور دول كمان مش هسيبهم حرام، خليني استفيد منهم. طيب هاخد بقى التوابل الحلوه، هبدا بقى اعمل ايه؟ طول جمبري الجميل ده، معلقتين الصلصه، خلي الجمبري هنا، ادي معلقتين الصلصه، وهنحط دلوقتي رشتين من زيت الزيتون كده، ده كده، وابدأ بقى التوابل. توابل بقى السمك، ولو في توابل جمبري اوكي اللي موجودة عندكم. كزبره الجافه، حطيت مكعب مرق احنا اتفقنا، ومعلقتين الصلصه، ادي الكمون، شرايح الليمون، خليني بقى ايه معلش هلبس جلافز بقى عشان ابدا اتعايش بايدي كده ايه واقلبه في بعضه. طيب ناخد القرص بالشمر عشان مدام سهام، عشان اقول لها انا عملت ايه، لان الملح كمان. عندنا كيلو جرام يعني كيلو دقيق، عندنا 2 كوباية من السمنه، معلقتين شمر، المعلقتين دول باخدهم على طاسه الاول يا مدام سهام احمصهم كده تحميص يطلعوا ريحتهم من غير لا سمنه ولا زيت ولا حاجه. وبعدين معلقتين كبار من الخميره، باكو بيكنج باودر، عندي معلقة صغيرة من الملح، مع كوباية ونص من اللبن الرايب، وجبنة الفيتا وجبنة القريش وزيت الزيتون، دول بقدمهم ايه؟ بقدمهم معاها. انا بعمل ايه؟ بحط الدقيق عليه الخميرة وعليه الملح والبيكنج باودر، بحط المكونات الجافة مع بعضها كلها، وبعدين بنزل معاهم الاول السمنة، اضرب السمنة معاهم كويس جدا لحد ما الدقيق ده يتشرب منها، ويبقى يا سلام كده اخذ الدقيق. وبعدين احط بقى معلقتين الشمر اللي انا حمصتهم فوق الدقيق مع السمنه، ياخدوا لفه مع بعض، وبعدين انزل اسقي باللبن الرايب لحد ما تتشكل عندي عجينه حلوه كده. اخد العجينه دي اغطيها واحطها في بوله واسيبها تخمر على الاقل ساعه، وبعدين ابدا اشكلها، اخدها دواير كده صغيره واكورها وبططها زي القرص، واحطها على صاج مدهون وعليه ورق زبده. انا لما ببططها بسيبها شويه متغطيه تاني، بلاقيها عليت، بس قبل ما تدخل الفرن لازم تبططيها بايديكي شويه عشان هي بتعلى. طيب هبدا بقى احط الجمبري، بسم الله، وهقلب كل الحركات. شرايح الليمون هنا،
بصوا الحجم ده في الجمبري ممتاز ممتاز. طبعا عارفه ان دلوقتي في ناس بتحب تصيف زي شيري كده سابتنا وفلسعت، بس ماشي. عموما يا شيرو انت تستاهلي كل خير، بس وحشتينا والله. كده هنا كمان دول، بصوا بقى جمال الطاجن. ما شاء الله طاجن رائع اهو، حلو الكلام. نحط بقى رشة من زيت الزيتون اخيرة، نشيل بس الطبق ده هنا كده، ورشة الملح. خلاص عايزة بقى شوية من عصير الليمون وشوية من الخل، ما تنسوش. الله الله، خلاص كده تمام. هعمل ايه بقى؟ هغلفه بالفويل. قبل ما اغلفه رشه كده زيت زيتون، وبعدين هكمره بقى بالفويل. شيل بقى اللفظ ده اهو، وادخله بقى الفرن يكون سخن عندي 180 على الشبكه. الجمبري ما بياخدش وقت خالص، وما ينفعش اسيبه حتى لو هو استوى، ما ينفعش اسيبه بقى جوه الفرن السخن كمان، علشان ايه؟ عشان لو زاد عليه التسويه هيبقى عامل زي المطاط زي الكاوتش، فمالوش لازمه ان احنا نسيبه الفتره دي. طلع بس الحته دي كمان، بسم الله. هدخله بقى الفرن 180 على الشبكه، بسم الله، واحنا مع بعض ان شاء الله يطلع ياخد له حوالي ربع ساعه، لكن ان شاء الله يبقى نتيجته جميله.